بعض النساء تسافر أكثر من 100 بعض النساء تسافر أكثر من 100 كيلومتر لأجل العمل، وتقول إن مع السائق محرم، فهل هذا جائز مع أن المحرم هنا هو زوجة السائق؟ المرأة ما تكون محرم للمرأة، إنما يكون محرمها قريبها من تحرم عليه بنسب أو رضاع، من تحرم عليه بنسب كأخيها وعمها وخالها، أو برضاع كأخيها من الرضاع وابنها من الرضاع أو أبيها من الرضاع، هذا هو محرمها، من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، ولا بد أن يكون بالغاً عاقلاً. الصبي ما يصلح، اللي ما هو بعاقل ما يصلح، هذا المحرم، ولا العمل هذا ما هو بحجة. إذا صار ما عندها محرم لا تروح للعمل، تبقى ببيتها، تبقى ببيتها. والنساء ما كانت تدرس في الخارج، كل نساء آبائنا وأجدادنا والأجيال كلها ما كانت تروح وتسافر من أجل طلب الدراهم، يجلسون بالبيوت وأزواجهن هم المطالبون بالإنفاق عليهن، الزوج هو اللي يسافر وهو اللي يطلب الرزق وهو اللي، أما هي في البيت، هذا هو الأصل. لكن هؤلاء عاكسوا الفطرة، وحب الدراهم هو الذي حملهم على هذه الأمور، ولا يتعظون بما يحصل من النكبات الآن في الطرق. كم حصل على النساء من حوادث في الطرق، وهلك منهن عدد من النساء، وتجرحنا وتعيبت أجسامهن، ولكن ما يتعظون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدراهم تعميهم وتصمهم. نعم.